وبارده غيموت عاد نخرجه نعم الله اكبر شو البرد حدايا هنايا والدراري يدير هادي مات على برد الدراري يا الدراري مرحبا بكم فيديو جديد. المهم اخوتي اليوم فيديو غادي يكون هربان ديال بصح. المهم اخوتي الفكره ديال اليوم هو انني غادي ندوز نهار كامل في الثلاجه. ناري الصاد بحال الدجاج. كاين معايا غادي نجلس نهار كامل في الثلاجه. ناري الصاد بحال الخضرة. وكتسولونا علاش كاينين في السوبر ماركت. علاش؟ باش نشد المكونات اللي غادي ندوز بهم نهار في الثلاجه. ناري. وغالبا غادي يكونوا كاع المكونات اللي كيكونوا في الثلاجه. ناري اشكا. هربان هذا تمام اخوتي خليكم كملوا معنا الفيديو حتى الاخر ما نساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلو جرس باش يوصلكم جديد تا كنبغيوكم كاملين يلا اخوتي نبداو الفيديو ليتس جو المهم اخوتي قبل ما نبداو الفيديو جبت لكم واحد الخبر اللي هربان ديال بصح ولكن قبل خصني نعيط على ايلي فاميلي حيت غادي تكون معايا ايلي شنو هي الخبر هذه واش فراسك باللي غادي نوليو نديرو لايفات فاش غنديرو غادي نوليو نديرو في تطبيق ابلاي واو وفراسكم بلي هاد التطبيق هذا فيه اكثر من 22 مليون ستريمر كثير غتجمعوا كاملين ومن جميع انحاء العالم 150 دولة دابا الدولة اللي بغيتها نلقى اي دولة تلاقي مع جميع الناس من جميع انحاء العالم وفراسكم الدراري بلي هاد التطبيق هذا ساهل طريقة الاستعمال ديالو ساهل يمكن عليك غير تهبط للديسكريبشن غتشارجي التطبيق وغادي تلقاه في اب ستور وفي بلاي ستور انا بغيت نعرف حاجه واحده شنو يمكن لي ندير في هذا اللايف يمكن لك تفرجي في الناس بزاف وكيديروا بزاف ديال الحوايج ديال الثقافه عامه وداكشي ويمكن لي نتلقى انا وياك لايف بحال اللي كتشوفوا اخوتي ويمكن لي انا وياك نديروا تحدي بحال دابا مثلا نديروا انا وياك شي تحدي والناس يبقاو يفوطيو عليك ولا عليا ويديروا لنا حتى ما تقديش تربحين شو 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 تلعبوا زي بومباح لعبوا زي بومباح لقيتو واه جوج ثلاثة بومباح زين بومبح يلا سيري زين بومبح مسكيني سلامة قلوبة هذي حاجة زوينة وفراسك واحد الحاجة كاين أكثر من 290 مليون مستخدم واو. من جميع أنحاء العالم 150 دولة و22 مليون ستريمر وإلا بغيت أخوتي تشارجيو لابليكاسيون كيما قلت لكم غتهبطوا لتحت الديسكريبشن ياك ويمكن لكم تشارجيو من أب ستور حتى من بلاي ستور ويمكن لكم الدراري ديروا لايفات مع أصحابكم وكيف ما درنا حنايا وزايا ودابا الدراري نمشيو نكملوا الفيديو ديالنا أبلاو المهم اخوتي دابا جينا حنا الثلاجه ولكن ماشي هاد الثلاجه فين غادي نجلسوا فين؟ دي الثلاجه ديال الدار هي فين معايا غاتحشى فيها تخيلوا معايا غاتحشى الثلاجه تحشى فيها اي دابا اش غادي ندير؟ غادي نشد غير المكونات ياك خوتي الفيديو غادي يكون هربان ما عمر شي واحد دار بحاله شنو دابا اول مكون غادي المكونات اللي غادي ندير كلشي غير المكونات اللي كيجيو في الثلاجه اللي باردين غادي يبقى بارد اليوم غنلبس شنو؟ انت دابا غاتبرد مع المكونات الباردين المكونات شوف غادي نديو نحليك انا نحليك حلي انت اصلا غادي تعيش ثلاجه بلا ما تبدا من دابا انا خليني ندخل انا وتعيش واه عرفتي يكون عشتي في هذه الله يموت تخرج الدرك واه 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 برد بزاف وهذه بارده واخا الاخرى اللي في الدار بارده اكثر حيت غنتحصل داخل وتدير بها واصلا حنا طالقينها طالقين ليها سميتو ذاك القياس الكبير واحد الفكره هربانه الا بغيتو اشكا اخوتي يعيش في الثلاجه تكون بارده ديال ديك سحب الجزيره تكون بارده ديال بصح ديال 40000 لايك 40000 لايك وغادي نعيش في الثلاجه ديال الجزيره داك الفريغو الكبير ترى الا داروا 40000 لايك غنبيتوه في الفران صافي ايوا ديال الخباز ديال الخباز هي باين تصوت ولا يطلع اشكا سير غنتي هذا جوج دانو فراسك عز عليا داني تاع دابا عز عليا بلاتي اش قال لك عز عليه عزيز عليك بات الثلاجه بات الثلاجه بريس اب عزيز عليك تاع هو ما كنشربوش انا قاعد ديك السكر بات الثلاجه بات الثلاجه ها شنو غادي الحليب زيد الحليب الثلاجه جوده الثلاجه صافي هذه كما دابا المشكله ماشي هو اللي غيبات تاع المكونات غيبات ماشي غيبات دابا انت مرحبا فرماج دير فرماج بات الثلاجه زيد هذا تا هو هذا هذا تا هو تا هو هذاك بغيتو لراسي بغيتو الراس ها هي الثلاجه اشكا انت راه غنمشي للتسيزه في الثلاجه رد هذه مكة دخل سوق راسك هذا دخلك هذا ولا الدراري انا قاعد نمشي للفران لا لا شو عنده الصحة ديال المشروبات كوكا شو مشروبات احسن مشروب عندنا كان هو سبرايت
هذه الاولى سبرايت. راه خصو يدير واحد البلان ما ديرش المكونات اللي كيكونوا في الثلاجه. دير المكونات اللي ما كيكونوش في الثلاجه باش تدخلهم معاك الثلاجه. لا فكره باش يبردوا حتى هما معاك شويه ويبقوا سخان. ترى ما كتفكر بزاف. دابا نمشي نجيبوا المكونات اللي كيكونوش في الثلاجه. كاين كاين اخوتي غادي ندي ديال البيتزا ديرها في الثلاجه. غادي نصنع لكم بيتزا وسط الثلاجه. دي معاك حتى الطوست اصاحبي. دي معاك حتى الطوست. الطوست كيعجبك ايون؟ لا ما كيعجبكش. اه باش ندير بغاني ندير غالي اخويا. شوف غادي ندير بيتزا ياك وغندير فرماج الحمر. اجي واش غيطيب بيتزا؟ غادي ندير بيتزا دابا فرماج الحمر كيعجبك. فرماج الحمر فين هو؟ غطيب بيتزا في الثلاجه. اي تخيل معايا دخلتي السي دخلتي السي الثلاجه. هاو 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 الفرماج الحمر. هاو 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 شديت لك انا الروتين اليومي ديالي. واو وبارده غيموت عاد نخرجه. 1 2 3 اجي انت خويا جبد كيس بارده جبد لينا وكان الفرماج الحمر تما. ايه نتو هادي بصح 14 درهم غاديو هذا هاد الفرماج. صح انا ما عرفتش هذا الفرماج الحمر. خويا انت واش غادي تبات الثلاجه ولا غادي تمشي للريستورون؟ غادي ندير في الثلاجه عبانه صافي اخويا. ناضي هذا في شكل الدراري اشكرا صورنا المينياتور ياك نخليوه تما. عرفتي شنو يمكنش انه يقدر يحلم الليل. يلاه يعاونك يلاه يعاونك درت البنت الدراري سيرو تحلموا اي موت اي موت فرت فينا. دابا دابا غادي ندي طون باش نقاد بيتزا. طلع النيفو هاي طون طون مادام شي حاجه جولي شي جولي. مسكين كورونا هو شحال شوف جوج واحد واحد اصاحبي هكا صاحبي انت جوج جوج مزيان جوج اصاحبي والله يا عمر سعودي راه هو لا يخلص يونس راه هو اللي قال لي غنمول لك هذه الفكره. يلا يونس انا غادي فحالي انا غادي فحالي. او خوتي دابا جينا دير الثلاجه هي هادي. شو 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 الثلاجه كتصفر نحيدو من هاد الشيء ياك هي الاولى ياك نحيدو هادو. وين وين الدراري زاهيه اشنو دايرين هنا؟ التمر التمر ياك انتم التمر اخوتي هنايا نحيدو الزيتون الزبده والعيبات. ما عرفتش واش التمر كيدار في الثلاجه ولا لا ولا حنا دايرين وما كيدارش في الثلاجه صح ما كيدارش في الثلاجه. الله يحفظك. ها هي ديك ديال البيتزا تفكرنا راه ما تلقيناش جبنه اخرى فكرنا بلي راه عندنا البيتزا هنا ويلي ما عقلك ما عمرنا خدمنا هذا الشيء شرينا حطينا هنا حطينا الماء والله الماء الماء في الثلاجه البرد والماء في الثلاجه. او السباكي نحيدو هاد السباكي هادو السباكي فيهم حامضه وحده حامضه وحده فيهم اشكا واحد زعما لا هي يونس واحد اشكا اشكا واحد يونس يونس. واو دابا نحيد هاد الشيء. اه شوف بحال هاد الشيء هادو. اه صعيب لا ما صعيباش. يلا زيد. نايس الناس تكيين الناس تكيين. وردو معاهم الباب باش ما يحطوهم فوق الحوايج اللي دايرين مرقدين. راه حاد فين حنا تنرقدو الحوايج باش نصبنو نصبنو الحوايج وداك الشيء ضروري وي حنا بجديد. دابا نحطو هاد الشيء هنايا ياك الدراري نغسلو هاد الشيء وديك الساعه غادي نوريكم فاش غتحشى في الثلاجه ونوريكم داك الشيء اللي غادي ندخل ترقد ندخلو نرقدو فيه. لا التكنيك باش كيجبدها اشكا والله الا التكنيك اصلا عندك مع شي تاع الجبن والخشيان ترى انا نهار بياس زيد. لا 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 ترى ريح ريح ارطا دابا غتجبد هادو وهاديك هي اصعب مرحله واش كتحيد ولا لا؟ ماشي صعيبه واش كتحيد ولا لا؟ صافي كنحيدو بعدا هادي وي صحابي كاع واش داك الشيء معقد صعيبه صافي واش صحابك صعيب واخا واخا عرفتي شدي انت دخل دابا وسط الثلاجه شوف واش غيتسد عليك الباب. وي ما فيها الضو ما سداش ما طفاش غيسد عليك الباب اخويا وغيطفى عليك الضو غيترتاح ما قبل ولا زعما ما حيدش من هاد الضو. لا ما تحيدش من الضو حيدو من هاد الضو حنا شربحنا الباردة هي. دخل دخل كتا هنا هنا لا ما كاين لا ضو لا ما غادخل وين هبط هذا ما كيهبط حتى حاجه ما كتهبط. وين هادي هادي ما غاتهبطش دخل دقال هذيك اللي تقدر تهبط اللي جلستي عليها دابا اشكا قول لنا بسلامة بسلامة باي باي. عرفتي واش جات معاه ناضي يا الخوت. نعم الله تفضل ما بقاش علو. واه اخويا الثلاجة كبيرة. يلاه خرج حط المكونات ديالك اللي غتبقى تقصي تما. لا خرج اسيدي حطهم باش تقصيهم. الله قاد داكشي اللي غتبقى تقصي تما دابا غنديرو غير الفرماج. الفرماج ياك غنشعل الفرماج كولي صافي ياك غنديرو مولاطا ياك غادي نديرو هادي ياك غادي نديرو الفرماج عاوتاني هذا ياك وغادي ندير فرماج الحمر فرماج الحمر شي حاجه ناضيه. واش دابا منين كتصوب بيتزا وانت وسط الثلاجه؟ ها وي يا صاحبي
ما يمكنش صح والله اذا نصيبها لا ما يمكنش سيب قلبك بالحلول لا لا ما يمكنش يمكن صافي هذو المكونات زيد وجودي واحد ما ناضي دابا عرفتي اش غتعاود دير دابا خصني نسي هاد وحده منهم تصاوبها وحده صغيره ها تصاوبها وحده صغيره زعما ماشي فين هاد هادينا ما كانش فين ما درنا والو وعاش انا مطيطه ديال هاد الكبير خاصني ندير سكول سكول كيتحلو كيتحلو شوف هادي بغريري هادي دابا لا لا بغريري كيتقبوه هكا لا لا صافي شوف واش كاينه مطيطه ديالها اهي ستارت راهي كاين يا سلام دي سلام دير معايا القاع دابا صافي غندخل يلا تفضل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سير الله خليني بحال هكا امريك شوف اول حاجه كدير بيتزا هي تقابل معاك ونهبط لتحت باش بيتزا خصني شي تبسيط ما كاينش تبسيط قضي غرض هكا وما يمكنش استعمل ركابيك شوف اش دير ندير هكا ماشي سخنه دابا حنايا دخلتي داكشي كامل اللي بغيتي جبتيه معاك جبتو معايا واحد شويه غنسد عليك لا لا اخو هاديك شوف صافي نمشي فين غتمشي؟ نازل ها تشوفوا البيتزا كي كتصاوب بيتزا ناضيه اول مره غنعرف كيفاش كتصاوب بيتزا حتى ما عمرني كنسمع اصلا ماشي المكونات كان اللي خص الزعتر خص بزاف د الحوايج الزعتر كاين؟ ها؟ الزعتر كاين؟ ما عرفتش درناه كله في الحليب ديك النهار ملي مرطاني اييه عندك الصح دابا شو الدراري غادي نديرو هنايا مطيشو هي الاولى ياك الصاح اي ياك مطيشه ديال البيتزا ياك من بعد ما نديروها نحطوها بالعنقه هنا ونسدوها باش ما تحبش لينا فهمني دابا زيد واش كتفهمني دابا ديك مطيشه واش تهبط مع دوك التقابيل ولا شنو يوقع لا لا كتبقى هنايا مطيشه الفوق صافي دوك التقابيل اش جيري كتجيش ناشفه فهمتي سير سير زيد كتجيش ناشفه هاك لا لا ماشي داك الفرماج لاج الفرماج واش ديرو فوقها ولا ما كيداش فوق البيتزا الفرماج اه كديرو حتى الاخر ولا ما كيديش هاد الفرماج هذا اه كيدير هاد الفرماج تفلع علينا في الماء وضانو غديرو الفرماج دابا ولا اش غدير ليه شنو هو كدير الطون فوق مطيشه نيشان اييه بيتزا لا علاقه طلع لا هكا كي كدير كيفاش هكا شحال ديك واش كاين شحال ديك انت صافي حل الطون خويا تما حط ديرها في الفران اييه اللي فيه الزيت خصو يتكب هذا الزيت شربو لا لا شربو ما عايش نستعملو فرجه خويا تفرجه تفرجه فرجه اه الطون هذا زوين هذا احسن طون كاين زوين راه واحد العطل الله يرحمه لا والله ما تاكلها ماشي مشكل حنا هادشي هادشي ديال ديالاش شي ماشي مشكل هذا هادشي ديال اسكا هادشي ماشي مشكل لان عندنا وحده اخرى هذيك راه بيتيها انت ها هي شوف اخوتي هادي فين غتدخل نقول لك علاش بغيتيها انت ها هي اش بغيتي دير بها ما غندير بها والو تاكلها واه لا طونكي اح اح اه واش دير ليا شوف غنعاونك نعاونك انت هادي لا لا حشوم عليك حشوم عليك دابا انت كليتيها ما عرفتش علاش والله غير الدنيا اوه ماما اخوتي بيتزا دابا هذا ما يمكنش نحكو ممكن غندير طرونس مثلا لا لا عندي لك واحد الفكره زوينه عاجباني من قبل شفتها لا صح شد 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 واش غندير هاد الفرماج زيدك هادي دير بيتزا بالفرماج ونشوفو كي غطلع مالها والله ما غتصدق غتصدق مالها واش انت حمق نديرو فوق هنا حط تمو تماك ها انت فرماج شو 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 واش ماشي فرماج هذا ما تبقاش نعطيها لشي مشه تاكلو ولا شي مشه غادي نعطيوها لمكه ياكلها مكه مكه ياكلها مكه يضربها لا محمد اصاحبي طلع ليا كيقطع ليا الزيت ها دابا زيد ليها فرماج اخرى باش يكون داكشي كثير وخا صافي ها دابا اش غدير ليها اش غندير ليها غتقرقع ليها باش تسخن كيفاش نقرقع ليها تجلس عليها باش تسخن بحال البيض انت مريض صافي المهم قال ديت لكم بيتزا خوتي هذه هي البيتزا اللي قال دي شو كي جاتكم ناري عمر تزيد شوف حتى لا تنطيبها عندي بلان واعر انا راه هاد البيتزا هادي هاد البيتزا الدراري اش غادي ندير ليها انا دابا غادي نديرها في الفران ليه غادي طيب ونقصيها انا صافي يرتي بالصحه والراحه ومازال نصور لكم في الاخر بيتزا كي طلعت وغناكلها بوحدي يلاه ونخلي مكا سميتك انت اشكا اشكا في الثلاجه واه الدرسه كضرني والبرد واه غنعاونك دابا وغنفتح ليك الباب واه خويا على البرد والله يمين دابا عرفتي شنو غدير يا صاحبي عرفتي شنو غدير اه غنجيب لك واحد الحاجه شنو هي خوت ما شوف بغيت نوريهم معلقه درتها هكا خوت هكا معلقه يلاه قصي عرفتي غتقصي داكشي بارد وانت فيك البرد وزاد برد هادشي باش نسد عليك شويه باش يطلع معاك البرد عاوتاني مزيان لا 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 وتخلع تخلع اسكا راه والله الا غنسد عليك واحد المده طويله شوف شوف كيفاش مكمش شوف شوف يمكنش اخويا على فكره شوف كيفاش مكمش شوف شوف ودابا ما لبستيش قاشر تخيل ما لبستيش قاشر ما لبستيش جاكيطه حمار انا حمار الحمد لله جيب لي اخويا شي جاكيطه بالراجل شنو قلت لي انت شنو جاكيطه انت شنو جاكيطه انت شنو انت شنو انايا اسكا انت شنو قلتي على راسك دابا
حمار. انت حمار. واذا جبت لك جاكيطه اش غنولي؟ حمار. اه يلا انا كنجيبها ماشي حمار. لا لبستي الجاكيطه. والله المتابعين قولوا لي ماشي راس في الكومونتيرات قولوا لي هو حمار. انا قول لي واش راس هو حمار. ما باش يتعاون معايا الدراري واتجيب كاين هادي ولكن بعد واخا بلاتي والخوت واش دابا هو داير تحدي يدوز الوقت في الثلاجه ويقول لي الجاكيطه راه ماشي لوجيك. يلا يلا طوب مشكله معذب دابا متخيل العزاوي جالس هنا. العزاوي راه جالس هنا ما تجيش قدو هكا باش كيطفى ملي كيتسد الباب كتدفع هادي هادي سلايدر ولا كتورك عليها شكون بطونه هي هاد اللعيبه دابا مع كيتسد الباب كيورك عليها هادي كيتفى الضو. دابا انت كتوري لهم معلومه المعلومه هادي كتعرف شنو الزبل تاع الغيبات معاك خويا راه لي راه لي التليفون انا كاع انا داخله انا وياه. لا غنعطيك حاجه اخرى. شنو هي هاك باش تضربك البرد مزيان. وخويا كملها باش تمنيتك. اي كملها كامله. شوف غندير معاك تحدي غنحسب لك حتى 10 تكون ساليتي. ما يمكنش. واه يمكن اصاحبي انت راه تقديرها اصاحبي انت بلاتي عين نحسب انت راه تقديرها انت راه بطل انت راه اشكر ما تقيدنيش راه واعر والله ما زيد. واحد زوج ثلاثه يلا واحد شوف كي كيشرب والله ما يصلح لك بويزيكا انت يقول عليك شي كومونتير في هذه اللحظه هذه بالله. تحيه بويزيكا صراحه ما يمكنش المهم خصك تكملها اخويا ما عندي ما ندير لك كبر. جربوا يا حمد داير دابا تعطيني العصير مازال ليا ما غنعطيكش العصير غنعطيك التليفون ديالك تفضل ونعيش به لداخل. لا صورني يا صورني. يلا الله اخوتي واخوتي شو كان في الثلاجه شو اخوتي شو البرد حدايا هنايا والدراري يدير هادي ماكس اخوتي على بير والله ما يمكن العذاب الدايب بلاتي نصور لكم وجهي اخوتي تكلخت ما يمكنش لي نصور وجهي هكا واش كتشوفوني والله ما عرفتش تشوفوني ولا ما تشوفونيش. المهم اخوتي العذاب ديال بصح البرد الدايب ما قديتش ناكل حتى شي حاجه من هادشي كون جبت شي حاجه سخونه ما يمكنش هاد الدراري على برد الدراري والله الا دا التحدي غير بالروز ولا ما يمكنش والله ما يمكن شو هنايا شو داها انت شو والله يا اخوتي لا تلج ما يمكنش انت شو تلج اخوتي والله ما يمكن اخوتي انا والله الا بردت بزاف راه تلج شو راه تلج الليله وحدي هذه كتصوت ليا فيها البرد والدراري راكم عارفين كلشي مريض هاد الوقيته هادي غادي نمشي نمرض اخوتي بشي مرض وخلى لي الترموس جيتي الصاط اشنو كتحشي لي هادشي ديالي ديالك غادي ما تلقاش اكل ولا كديش اخويا ما يمكنش والله الا حشومه عليك واه خوتي والله الا ضراتني الدرسه مع البرد كيدخل ليا البرد للدرسه والله الا ضراتني خوتي والله يمكن واو يا ربي تكونوا كتشوفوني يا خوتي. المهم الدراري شنو بيتي يا تنكيسوا خوتي المهم ادا يوصل لافان ديال الفيديو ادا ما يمكنش غادي نسالي الفيديو هنا حيت ادا ما بقيتش قاد راه ما يمكنش اخوتي واحد البرد ما يمكنش. المهم اخوتي عجبتكم الفكره ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الدراري الى وصلت 40,000 غادي نمشي للفريغو ديال دوك الكبار فريغوات الكبار ونعيش فيهم النهار كامل هنا اخوتي مضيق وهذا كيصوت ليا غنمرض ايطا كنبغيكم وإلا بغيت اخوتي تشارجيو لابليكاسيون كيما قلت لكم غتهبطوا لتحت الديسكريبشن ياك ويمكن لكم تشارجيوها من اب ستور حتى من بلاي ستور. أبلاو.